إليسا للمسؤولين بلا ضمير، رقص ميريام فارس في السعودية يتصدر، والنقابة تهدد بعد أزمة عباس النوري. تفاعلت الفنانة اللبنانية إليسا مع قضية عنصر فوج الإطفاء خليل فرشوخ الذي عوقب بسبب طلبه المساعدة في تأمين الدواء لابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت إليسا تعليقا على تغريدة عبر موقع تويتر أشار صاحبها إلى أنه تم معاقبة فرشوخ بالسجن 10 أيام بسبب ما قام به، وقالت يا عيب الشوم عليهم، شو بلا ضمير وبلا إنسانية. من جهة ثانية أصدرت نقابة الفنانين السوريين بياناً حذرت فيه المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التطاول على الممثلين والفنانين المنتسبين لها، وتحديداً عبر صفحاتها الخاصة، والذي يأتي بعد أزمة تصريحات الممثل السوري عباس النوري عن الوضع في سوريا. وجاء في البيان: السيدات والسادة متابعينا الكرام، لوحظ في الآونة الأخيرة أنه يوجد عدد من المتابعين أو المتطفلين يضعون تعليقات مسيئة بحق الزملاء، وطبعاً نحن لا نرضى بهذا على الصفحات العامة، فكيف إن كانت على صفحاتنا وهي تعتبر الصفحة الرسمية لفرع دمشق لنقابة الفنانين؟ في لك سؤال، أدهم الله يرحمه كتب لي الورقة بالمستشفى. وأضاف البيان: نرجو ممن يود أن يتابعنا أن نبقى على مسافة واحدة من الاحترام بالتعليقات، وإلا سنضطر آسفين لإلغاء متابعته وحظر من يسيء، وحتى سنلجأ إلى القانون إن وجب ذلك. نحن نكن لكم الاحترام والتقدير، وشكراً لتفهمكم. إلى ذلك تصدر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ميريام فارس في حفلها الذي أحيته منذ يومين ضمن فعاليات فورميلا إي في السعودية الترند. وفي التفاصيل فقد ظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي تؤدي أغنيتها الجديدة هذا الحلو، وأشعلت الحفل بقرعها على الطبل وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات أغانيها ورقص على إيقاع الألحان الحماسية. انت بكاهية شوبي وانا بدبك بسلوبي.